السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وكل يوم أنتم بخير إن شاء الله ونهاركم مبروك. اليوم مع هاد السخانة ما هي غير درنا لكريم نتاعنا في الدار كيما موالفين، وما نستغناوش عليه إلا ذقناه بهاد النكهة تاع الشوكولا. اليوم عندنا لكريم بالشوكولا، بنت الشوكولا. لهذا عندنا هاد المكونات اللي راكم تشوفوا. أنا هادي الحساب اللي موالفة نخدم به لكريم في داري، ويجيكم بنين بنين بزاف، جربوه وتشوفوا. عندنا هنايا زوج كيسان كاس ونص تاع الحليب، وعندنا زوج مغارف تاع الاكل نتاع بودره شانتي، وعندنا زوج مغارف نتاع بودره الحليب اللي هي بودره لحظه حليب لحظه، وعندي زوج مغارف نتاع الاكل اللي هي نتاع الفلون شوكولا دوق شوكولا، اللي هو انايا حطيت هاد العلبه نتاع نوره بدوق شوكولا اللي فيها زوج مغارف نتاع الاكل، وعندنا علبه نتاع دانيت تاع ذوق الشوكولا. قبل ما نبداو انا عندي هاد المكونات هنا رايحه نحطهم في المجمد يبردوا. بسم الله، كما راكم تشوفوا نجيب حاجه اللي تدخل المجمد رايحه نحطهم يبردوا لي، ونحط هاد الحليب معاهم يبرد مليح مليح باش كيما نطلعوه لاكريم نتاعنا ما يغبلناش ويطلع لنا مليح ويطلع حكم روحه. رايحه نحطهم في المجمد حتى يبردوا ونولي معاكم نكمل لا فيديو، ما تروحوش عليا وقعدوا كملوا معايا ان شاء الله. من بعد ما بردوا لنا هذوك المكونات هذو كامل تاع اللي حطيناهم في المجمد كامل راهم باردين كما راكم تشوفوا، راهم باردين. ومام هاد الكيفات هادي اللي خلطوا فيها حطيتها في الكونجيلاتور تبرد. بسم الله، رايح نحطو الحليب تاعنا كما قلنا كاس ونص راهو بارد، كما تعرفوا تطلع لنا مليح هذيك بودرة الشانتي. راني رايح ندير كلش على مرة من الحليب تاعنا، هذا الفلون تاعنا، غير هذا اللي نخليو هاد البو دانات هذا حتى نخلطو كي تبدي تطلع لنا باش نحطوه مع التاني. رايحه نبلع عليه هكذا ونتقبع غير في الوسط لان باش ما يطرش علينا. من بعد ما غلقت هاد العلبه هذه بالبابي سيلوفان هذا بلاستيك الغذائي غير باش ما يطرناش، راني رايحه نحله شويه هكذا في الوسط غير باش ندحي الباتور تاعي. هادي من بعد 10 دقائق تاع الخلط وانا نخلط الباتور ما حبستش، 10 دقائق ما حبستش. شوفوا هذاك البلاستيك اللي درته سينو الكو ما درتاش كامل زرزق لنا الحاله. دوك راني رايحه نزيد هاد العلبه هادي ونزيد نخلط 10 دقائق تقريبا واحده اخرى، ونزيد نخلط دروك حتى يتماسك لي. خلاص راه بدا يتقال، خلاص هذا هو بدا يتقال. دوك نزيد لهنا نخلط مليح. هنايا راني خلاص كملت تخلاط، راها واحد 15 دقيقه يعني 10 دقائق، ومن بعد ريحت حطيت هذيك العلبه تاع الياغورت وزدت 5 دقائق واحده اخرى بلا ما حبست. يعني في الاول خاصه بناتنا المبتدئات نقول لكم الخمس دقائق الاولى يولي ما تشوفوش يطلع ما تشوفوش يعقد، ما تخافوش ما تحبسوش برك الخلط بالباتور، غير ما تخافوش ما تحبسوش، زيدوا خلطوا مليح وكملوا على هذاك. نوري لكم برك القوام تاع هذا هو، من بعد اللي يجمد يرجع هذاك هو كما نشوفوا، هذا هو القوام تاعه هكذا. عندي هاد العلبه وتكون فيها العلامه نتاع المجمد. بسم الله، رايحه نفرغوا كامل هنا.
راه فيه واحد الهواء هو كما شفتوا يجي خفيف، نخبطوا هكذا باش كيتجمد لنا يتجمد لنا مليح، يكون متين حكم روحه، ما تكونش فيه هذيك الفراغات في الوسط هكذا. هاك راح نبلعه ليه ونحطه في المجمد في الكونجيلاتور. لازم تكونوا على بالكم بلي الكونجيلاتور تاعكم المجمد يكون يجمد مليح. انا راح نحطه ليله كامله، والصباح ان شاء الله نشوفوا مع بعض التزيين تاعه. عندنا لاكريم تاعنا من بعد ليله كامله كما راكم تشوفوا، نشوفوه مع بعض. بسم الله، لاكريم تاعنا هذا هو، راه هي على حساب المجمد، كل واحد كيفاش عنده، كيكون يجمد مليح من 6 سوايع ليها. انا عندي هاد الكوب هادو رايح نحط فيهم، وعندي هاد الملعقه هادي رايح نحط ليها باش تسهل عليا. راهو جامد كما شفتو. راهو يشهي جامد مليح. هذا هو كما زيناه كما راكم تشوفوا. انا هذه هي الطريقه اللي زينت بها، درت لها شويه تاع جوز القرقاع، كانوا عندي مرحي والكراميل كما هكذا بالكراميل، وعندنا هاد لي كورني هادو اللي يحب ياكل بهم هكذا وبصحة وراحة. لاكريم تاعنا واش نقولكم جا هايل، ديجا حنا ذقناه وعجبنا وموالفين نديروه. هذا هو نشوفو كما راكم تشوفو، ما شاء الله جاي شهي وجا شباب. بسم الله جا شباب صراحة، جا بنين بزاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوا الطريقة هذه، والمرة الجاية نديرو نتاع الضيوف ان شاء الله يكون بذوق واحد اخر، تاع الفراولة وتاع البنان وتاع ان شاء الله. هذه هي الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم، ونتلقاو في ساعة واحدة أخرى إن شاء الله، وتهلاو في رواحكم، وبسلام عليكم ونحبكم بزاف.